المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه. سياده المستشار مساء الخير. مساء الخير استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. سياده المستشار، يمكن رد الفعل المكسيكي يعني يجب ان نتفهمه، هو رد فعل شديد شويه، في استياء، في اعتقد اخبار عن ارسال مسؤول عن الرعايه المكسيكيين في الخارج هيجي القاهره، الكلام ده مظبوط؟ يعني الحقيقه خليني اوضح في البدايه انه السيد وزير الخارجيه كان حريص منذ بدايه اليوم على التواصل المباشر مع وزيرة خارجيه المكسيك، اولا طبعا لتقديم واجب العزاء والتاكيد على مواساه يعني حكومه جمهوريه مصر العربيه لشعب وحكومه المكسيك في هذا الحادث، وايضا لشرح الملابسات الخاصه بالحادث، لانه مطلوب شرح ملابساتها لانه مش حادث طبيعي، يعني كان في تواجد لسائحين في منطقه محظور التواجد فيها، منطقه بها عمليه متابعه ل عناصر إجرامية وعناصر إرهابية، وجدوا في مرمى النيران أدى إلى إصابات وحالات وفاة، كلها يعني أوضاع غير تقليدية، وكان مطلوب شرحها لتوضيحها للجانب المكسيكي، وأيضا للتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تألو جهدا في توفير الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كل الدعم للسفارة المكسيك لتسهيل سفر أو نقل الجثامين. كل ده الحقيقة كان مطلوب القيام به لأولا لامتصاص أي نوع من الانفعال لدى الجانب المكسيكي في بداية علمهم بالحادث، وأيضا للتأكيد على التزامنا كدولة مصرية بالتعامل الدقيق مع هذا الحادث. وزارة الداخلية أعلنت منذ البداية أنه سيتم تحقيق في الحادث لمعرفة المزيد من الملابسات والتفصيل. فكل ده الحقيقه يعني الاتصالات تمت اكثر من مره، يعني حصل اتصال ثاني في منتصف اليوم على مستوى وزاره الخارجيه، حدث ايضا اتصالات على مستوى سفيرنا في المكسيك مع الجانب المكسيكي ووزاره الخارجيه هناك، فكل ده كان مطلوب لشرح الاجراءات ايضا، يعني السيد ابراهيم محلب راح زار المستشفى وشاف المصابين، انه شكل لجنه في برئاسه سيادته وعضويه وزيري الخارجيه وزير التضامن الاجتماعي لمتابعه، كل دي اجراءات هدفها شرح ملابسات الحادث والاجراءات التي ستقوم بها المساله. اعتقد ان المساله موجوده في اطارها الطبيعي. الجانب المكسيكي ربما كان منفعل في البدايه حينما علم بالواقع، لكن بعد ذلك الاتصالات كلها يعني بس البيان يا سيادة المستشار بتاع وزارة الخارجية المكسيكية بتقول انه يعني استهداف لسائحين او سيارات بها سائحين مكسيكيين، قصف من القوات المصرية، يعني تعبيرات شوية كانت يعني شديدة، وكلام كمان في الصحافة في وسائل الإعلام المكسيكية انه في لجنة من المسؤولين المكسيكيين مفترض انهم يجوا علشان يشاركوا في التحقيقات، الكلام ده يعني الى اي مدى صحيح؟ لا، أنا ذلك هذا الموضوع لم يتم التطرق عليه نهائيا، يعني المكسيك ما طلبتش انه يجوا محققين من المكسيك؟ لم يتم التطرق الى ذلك نهائيا، على العكس من ذلك، هو انه الجانب المصري السيد وزير الخارجيه اشار الى قرار وزاره الداخليه باعتزامها التحقيق في الملابسات وشرح الملابسات، والجانب المكسيكي متفهم وفقط اعرب عن تطلعه للحصول على نتائج تلك التحقيقات في اسرع وقت ممكن لمعرفه التفاصيل، لكن لم يتم التطرق الى مثل هذه الجوانب. اذا كنت حضرتك بتشير، انا ما سمعتش حقيقه عن ان في مسؤول مكسيكي هيجي، ولكن اذا تم ذلك لتسهيل نقل جثامين او غيره فده امر طبيعي. تمام. طيب يعني بعض يعني الاراء التي تتردد يا سياده المستشار اخيرا، يعني تقول ان الحكومه المصريه المفترض انها كانت تعاملت بشكل مختلف شويه مع هذا الحادث، يعني مثلا مؤتمر صحفي عالمي يظهر فيه وزير الداخليه وزير الخارجيه اي مسؤول كبير علشان لا يتم السماح لوسائل الاعلام الغربيه انها تعمل اللي عملته امبارح، يعني مثلا انا شايف ولسه قايل انا في المقدمه انه البي بي سي انجلش مثلا بريكنج نيوز الجيش المصري يقتل السائحين، يعني بالحرف الواحد، واكيد حضرتك يا سياده المستشار اطلعت عليها. بالتاكيد. خليني اميز بس ما بين مستويين للتعامل مع هذا الحادث. المستوى الاول والاهم في المرحله الاولى هو التعامل مع الجانب المكسيكي، وده يتطلب قدر كبير من الهدوء والحكمه وشرح التفاصيل ما حدث،
وما ننساش ان احنا في بنتكلم عن حدث امس، وما تزال الاجراءات الخاصه بالنيابه والطب الشرعي تتم، وبالتالي المعلومات ليست مكتمله عشان اعلن عن ارقام وعن ملابسات. كل ده لازم يصدر من الجهه المعنيه بالقيام بتلك الاجراءات القانونيه والاجراءات المهنيه والفنيه المختلفه. فما اقدرش ان انا اطلع في مؤتمر صحفي في المرحله ديت واعلن بيانات غير مكتمله، يجب الانتهاء من اكتمال تلك العناصر. اما بقى المستوى الاخر اللي حضرتك بتتكلم عنه هو الاعلام الغربي، ونحن نعلم جيدا يعني من سيحاول يعني الاصطياد في الماء العكر كما يقولون، او محاوله يعني التصيد لمسائل معينه لاستكمال مسيره الضغط والانتقاد لمصر، وده هنتعامل معاه بشكل اخر. بمعنى ان احنا لدينا من الادوات والقدره على شرح ما يحدث والرد على ما يتم اثارته من اطراف ثالثه. ما يعنينا الان هو الطرف المعني، هو المكسيك، ولابد أن نظهر الدعم والمساواة والعزاء بالشكل اللائق في هذا الحادث، ثم نشرح بعد ذلك التفاصيل للأطراف الأخرى. أنا بشكرك شكرا جزيلا. ده المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، واللي نفى علمه أي طلب قدمت به السلطات المكسيكية. زي ما قالوا بعض المواقع الإخبارية، قالت أنه بعض المسؤولين ربما المكسيكيين هيجوا علشان يشاركوا في التحقيق. لا، المستشار أحمد أبو زيد قال لا، ما فيش حاجة زي دي. إذا كان في مسؤول جاي علشان يعني ينسق مسألة الإرسال سفر الجثامين، ده طبعا أمر مرحب به جدا، ومتابعة حالة المصابين والاطلاع على نتائج التحقيقات